فاكرين لما السيسي قال مصر هتبقى قد الدنيا وبكره تشوفوا مصر؟ وفاكرين لما قال برضو ان مصر كانت شبه دوله وهترجع دوله كبيره؟ ليه بنفكركم بكلام الرئيس النهارده وايه علاقه اللي قاله بالصفقات الضخمه في عالم الاستثمارات؟ تابعونا هتعرفوا التفاصيل. بانكير نبض البنوك. لو قلت لأي سياسي مخضرم من حوالي 11 سنة أن مصر هتكون قبلة الاستثمار العالمي كان هيفتكرك مجنون، لأن المشهد وقتها كان بيقول البلد دي مش هتقوم ولو بعد 50 سنة بسبب الفوضى والعنف والمؤامرات اللي حصرتها بعد سقوط حكم جماعة الشر، وكانت البلد حرفياً على شفا الإفلاس الاقتصادي مع توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها الاستثمار وتدهور كمان البنية التحتية وغياب الأمن والاستقرار اللي هو الأب الشرعي لأي تنمية. ولكن الرئيس السيسي قالها إن مصر هتبقى قد الدنيا بمعناها الواسع، وفعلا حقق اللي وعد بيه. الرئيس السيسي أقام أكبر وأحدث وأضخم بنية أساسية في تاريخ مصر الحديث والقديم، وعمل مشروعات في كل المجالات عدت تكلفتها 10 تريليون جنيه، بنى طرق ومحاور وكباري وموانئ ومناطق لوجستية ومحاور التجارة مع الدول التانية، وطبعا قناة السويس الجديدة ومحطات الكهرباء والمية وبنية أساسية رقمية، وكل دي مقومات طبيعية لأي تنمية وأي استثمارات. حقق قبلها كمان الأمن والاستقرار، والنتيجة رجعت البلد تنور تاني في قطاعات الاقتصاد، واحتلت مصر المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، وبقت واحدة من الدول الواعدة عالميا في قطاع الاستثمارات الخارجية. بوابة الاستثمارات فتحت ب 150 مليار دولار، هي إجمالي الاستثمارات النهائية في رأس الحكمة على البحر المتوسط مع اكتمال المشروع إن شاء الله. وبعدها الحكومة بتستعد الإعلان كمان عن صفقة مماثلة لمنطقة رأس بناس على البحر الأحمر، وهي صفقة ممكن تعدي استثمارتها أرقام صفقة رأس الحكمة حسب رأي الخبراء، واللي شايفين إنها تكون واحدة من أهم الاستثمارات في العالم، وهيتم الإعلان عنها خلال الفترة اللي جاية. ولسه كمان في صفقة رأس جميلة على شواطئ سيناء الفيروزية، واللي هتكون صفقة برضو من العيار التقيل. وضيف على كل ده صفقات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي كل يوم بيتم الإعلان عن صفقات جديدة فيها بمليارات الدولارات، وغير المشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة النظيفة، ومش عاوزين ننسى طبعا المناطق الصناعية الجديدة سواء اللي هتعملها الصين أو الإمارات أو تركيا. كل اللي قلناه ده مجرد بداية في بلد قدرت تحقق المعجزة وتبني أحدث بنية أساسية في العالم، ورئيس عارف هو بيعمل إيه، وعارف إن نهضة الدولة مش بتقوم غير بالتخطيط العلمي الصحيح. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير نبض البنوك.